سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد لقطة شاشة على تطبيقكم إيمون. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، ثم سوف نقوم بالبحث هنا عن تطبيق تيمو، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان تخزين، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تيمو، سوف يظهر على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيمو. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.